بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من ترند يلا كورة. النادي الأهلي وأهلي فايلر بيوصل للانتصار الـ 12 عشان يعادل الرقم القياسي لأهلي بونفرير في 2002-2003 بتحقيق 12 انتصار على التوالي من البداية، ويتبقى له اختبار صعب جدا جدا جدا، وهو أنه يفوز في 5 مباريات جاية عشان يوصل للرقم الـ 17، وهو الرقم القياسي المتسجل باسم أهلي مانويل جوزيه في 2004-2005. صار مهم النادي الأهلي بيكمل صدارته ويعمل الفجوة ما بينه وبين كل فرق الدوري، ولكن في مشاكل فنية واضح جدا في مباراة امبارح انها واحدة من اقل مباريات النادي الأهلي في خلق الفرص مقارنة بالمباريات اللي قبليها. وبدون شك اكيد بنتكلم على منافس كان وصيف الدوري، بنتكلم دي مباراة القمة للدوري في الأسبوع ده ما بين المتصدر وبين الوصيف، لكن النادي الأهلي أداؤه ما كانش مرضي في الشوط الأول. والشوط الأول فعلا كان شوط مخنوق، كل اتفرج عليه ما استمتعش. حتى النادي الأهلي في الشوط ده ما عملش فعليا غير فرصتين، فرصة اللي جه منها الهدف وفرصة لأجاييه اللي هو حاول يعملها التشيب، لكن محمود ابو السعود نجح باقتدار في التصدي ليها. هم فرصتين بس في اول 45 دقيقه. ليه؟ تعالوا ببساطه كده نشرح الشوط الاول كان الشكل في الملعب ليه مخنوق. النادي الاهلي بطبعه بيلعب بالهاي لاين ديفنس، الاربعه مدافعين محطوطين في قبل منطقه نص الملعب، واللعيبه واصله لغايه منطقه جزاء نادي المقاولين، لان كابتن عماد النحاس لاعب بالدفاع بتاعه متقدم شويه قدام منطقه جزائه، وحط ثلاثه في خط الوسط. محمد مجلي اللي اتفرج على نادي المقاولين بدايه الموسم يعرف ان محمد مجلي واحد من اللاعبين اللي عندهم مهاره وبيلعب كتير في مركز 10 وبلاي ميكر، لكن امبارح كابتن عماد النحاس كان بيلعب محمد مجلي كرقم 8، هو كان مخلي معروف يوسف وكريم مصطفى عاملين الدور بتاع الهاف ديفندر عشان يقفل خط الوسط لنادي الاهلي. فكل المساحه دي كانت خانقه، الكوره فيها مخنوقه دايما. هنا شوط شايف امبارح الشوط الاول كان بيحصل حاجتين، لا الكوره تتقطع ميس باس او فاول، ميس باس او فاول، وبالتالي ما كانش فيه فرص كتير. حتى نادي المقاولين ما كانش له ادنى خطوره على مرمى محمد الشناوي وهنشرحها، لكن بالنسبه لنادي الاهلي فشل تماما في ان هو يخترق عمق نادي المقاولين بسبب الخنقه اللي كانت موجوده، وكمان بصراحه الاطراف ما عملتش الجهد بتاعها كما يجب، ان هم كانوا دايما ممنوعين من توصيل الكوره لحسين الشحات واحمد الشيخ في بدايه المباراه. فده كان ده الشكل بتاع الشوط الاول، وواضح جدا نكون صراحه النادي الاهلي اول ما تشوف اليو ديانج طلع من وسط الملعب وعلي معلول طلع من الباك الشمال مش مستواه، هجوم النادي الاهلي بيقل كتير، استحواذ النادي الاهلي بيقل كتير، قدره النادي الاهلي على استخلاص الكوره في نص الملعب بيقل كتير. محمود متولي اكيد النادي الاهلي كسبه في المركز ده انه ادى بشكل مقبول، لكن مش هيأدي بالشكل اللي انت تنتظره من اليو ديانج، ده صعب جدا. شفنا اليو ديانج ودي انا كنت قلتها في بدايه الموسم من ترند يلا كوره، ان اليو ديانج اول ما لعب وشفنا الستايل بتاعه صعب جدا ان انت تقول ان الراجل ده يطلع، ولكن طبعا هو الراجل كان مصاب وفايلر ما حبش يخاطر بيه امبارح واداله بس طبعا في نهايه المباراه لما اتزنق بعد رامي ربيع. ولكن كل دي الظروف اللي خلت الشوط الاول يظهر بالشكل السيء ده. طيب نادي المقاولين برضو ليه ما قدرش انه يهدد مرمى محمد الشناوي؟ لان الدفاع المتقدم من النادي الاهلي خلى محمد سالم كل فكره في المباراه انه يستلم الكوره يبقى محطه لعب وياخد فاول. نادي المقاولين حصل على كميه فاولات امبارح كبيره جدا، كتير قوي، خلاص الشوط الاول او الشوط الثاني. ليه؟ بسبب محمد سالم. محمد سالم مش من اللاعب اللي ممكن يعمل سبرنت وياخد الكوره ويجري اتجاه المرمى بسرعه كبيره. ايه الدليل على كده؟ الشوط الثاني لما رامي ربيعه غلط واداله الكوره في الشوط الثاني وهو انفرد، رغم ان هو كان متقدم جدا، ايمن اشرف قدر ان هو يلحقه ويعمل التاكلينج ويستخلص منه الكوره قبل ما يسددها في المرمى. ده بسبب ايه؟ محمد سالم والكوره في رجله مش سريع، دريبلر هو مش دريبلر خالص، من غير كوره بيبقى اسرع شويه، انما محمد سالم مش من نوعيه اللعيبه تديها الكوره ويطلع يجري بيها. وبالتالي نادي المقاولين امبارح كان كل فرصه جايه من الضربات الثابته، ودي كانت خطه الكابتن عماد النحاس انه يحط محمد سالم كمحطه لعب وياخد منها فاولات. شكري نجيب
ما قدرش ان هو يعمل الدور بتاعه، لان بصراحه شكرا اجيب لعيب بطيء جدا، وهو اصلا شكرا اجيب لعيب مهاري، وما كانش فيه مساحه امبارح ان انت تستغل مهارتك قدام دفاع متقدم من الاهلي وكمان بيضغط عليه، وكمان ايمن اشرف كان في اوقات كتيره ما بيطلعش لقدام. النادي الاهلي ما فكش الحصار بتاع نادي المقاولين غير بصراحه لما استغل الكوره اللي وقع فيها امير عابد، وانا في وجهه نظري الشخصيه ان اجاي كان فعلا في فاول، كان لازم كابتن احمد غندور يحسبه على اجاي، وكانت فاول لامير عابد، بس فنيا النادي الاهلي ما قدرش يخترق دفاع المقاولين ويجيب الهدف غير لما امير عابد خرج بره اللعبه في الجانب الايمن، وقدر اجاي ياخد المساحه اللي وراه طبعا وتتمرر الكوره، لان كانت ساعتها نادي المقاولين مندفع للهجوم، وحسين الشحات قدر ان هو ينفرد من الجبهه اليمنى للنادي الاهلي او الجبهه اليسرى للنادي المقاولين. هو ده كان الحل اللي ساند النادي الاهلي. الشوط الثاني برضه فضل النادي الاهلي بيلعب بنفس اسلوب، وما انقذوش طبعا غير المهاره الفرديه البحته لوليد سليمان، لما استغل ان محمود ابو صعود بقى لما بقى حارس الشوط الثاني كان متقدم على المرمى وحط الكوره لهم. فبالتالي امبارح النادي الاهلي واحده من أسوأ مباراة السنة دي في خلق الفرص، مش هداش فرص كتيرة امبارح للفريق، ولكن الخبرة طبعا وقدرة وشخصية الفريق في الدوري، شخصية الفريق في الدوري، كل فرق الدوري تلعب النادي الأهلي وهي خايفة، قدرت ان هي تحسم المباراة. حتى النادي الأهلي لما طرد رامي ربيعة شفنا وليد سليمان بيقدر يخطف دفاع نادي المقاولين وبيحرز الهدف. كل ده مقبول في الوقت الحالي ليه؟ لان النادي الاهلي انا متاكد كل تركيزهم وكل تركيز اللعيبه في ماتش النجم الساحلي اكيد بنتمنى لهم فيه ان شاء الله التوفيق، وما دام الفريق اكيد محقق انتصار فمقبول ان انت خلال 12 مباراه حققت فيها انتصار متوالي انت تقع في ماتش او ماتشين عشان تقدر تركز وتحط تفكيرك وجهدك لمباراه النجم الساحلي اللي ان شاء الله يقدر النادي الاهلي يحسمها عشان بعد كده نبارك له بالتاهل لدور الثمانيه لدوري الابطال. ده كان تحليلنا السريع لمباراه النادي الاهلي والنادي المقاولين. مبروك النادي الاهلي، هارد لك للمقاولين كابتن عماد النحاس، وان شاء الله اشوفكم في حلقه ثانيه من ترند يلا كوره ان شاء الله الاسبوع الجاي مع عوده مباريات دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي والنادي الزمالك. شكرا جزيلا كريم سعيد.